مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية من قناة الشروق. والبداية بالعناوين: الطاقة والتعدين تؤكد استعدادها للتعاون مع الولايات لمعالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز. تجدد أزمة البنزين وتكدس السيارات أمام المحطات. تجمع أصحاب العمل يطالب بحل مشاكل تكدس البضائع بالموانئ السودانية. أهلا بكم. أكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم استعداد وزارته للتعاون مع الولايات لمعالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز ومعالجة التيار الكهربائي ومشاكل التعدين بالولايات. جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي جمعه مع ولاة الولايات. من جهته قال والي ولاية نهر النيل عبد المحمود حماد إنابة عن ولاة الولايات إن ارتفاع أسعار الوقود التجاري يؤثر سلبا على المخابز ومصادر المياه، مضيفا أن تأمين حوجة الولايات من البنزين والجازولين والغاز لضمان تشغيل مضخات المياه وتأمين الوقود للموسم الزراعي أمر مهم، وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الولايات ومجلس الوزراء والمجلس السيادي لحل قضايا الولايات. نحن طلعنا السيد الوزير والإخوة معاه والعاملين معاه في الوزارة، وتوافقنا على رؤية مشتركة تحفظ لكل الناس يعني حقوقها. أوضحنا له أن الوقود التجاري يؤثر سلبا على المخابز ويؤثر سلبا على مصادر المياه في بعض الولايات التي تستخدم الوقود في سقاية الحيوانات وفي جلب احتياجاتهم وكذا. السيد الوزير يعني متفهم جدا، ويعني كل رؤانا سمع بوضوح وناقش نقاش بدراية وبمعرفة، ووعد أنه يعني يحمل هذه الهموم للإخوة في مجلس الوزراء وفي المجلس السيادي. جدد التجمع الاتحادي بولاية القضارف موقفه الثابت من قضية ترسيم الحدود مع دولة أثيوبيا، وطالب بدعم فرق العمل الخاصة بوضع العلامات ووضع حد للتعديات التي تحدث في فصل الخريف ويروح ضحيتها عدد من المزارعين هنا وهناك. وقال معاوية طه القيادي بالتجمع إنهم أطلقوا مبادرة لدعم المزارعين على الشريط الحدودي عبر صيغة تمويلية مشابهة لصيغة التمويل الأصغر للجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرا إلى أنهم الآن بصدد عرضها على الجهات المعنية ولائيا واتحادية بغرض الموافقة عليها، ومن ثم الشروع الفوري في تنفيذها حتى يتمكن المزارعون من الاستفادة منها هذا الموسم. بادر التجمع الاتحادي وطرح مبادرة لإنشاء صندوق تعمير وتنمية وتطوير الشريط الحدودي ودعم الزراعة، زراعة صغار المزارعين وكبار المزارعين وتمويلهم بقروض طويلة الأجل. هذه مبادرة التجمع الاتحادي سنسلمها لأصحاب الشأن في الولاية وفي المركز، وحنتابعها إلى أن تصل إلى مراميها. تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبوع القادم المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي. وستكون نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الإدارية لصوبة غرب في محلية الخرطوم، ثم ينتقل إلى 4 وحدات إدارية هي إدارية البقعة بمحلية أم بدة والنصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي صوبة وأم ضومبان بمحلية شرق النيل. وقد تم اختيار هذه المناطق بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملائمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية أنحاء البلاد. تشهد أسواق العملات الموازية بالعاصمة الخرطوم حالة من الارتباك والفوضى في تداولات الأسعار اليوم الاثنين، وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية عن وجود حالة تباين في أسعار الشراء والبيع خاصة للدولار، وأكد عدد منهم أن معظم المعاملات في السوق الموازي للعملات تتم في الأسواق الخارجية نظرا للحظر المفروض على الأسواق وعدم وجود حركة للبيع والشراء. وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار تراوحت بين 148 إلى 149 جنيه، فيما تباين سعر بيع الدولار من تجار إلى آخرين، حيث يشتري عدد منهم بسعر 145 وآخرون بسعر 142 جنيه.
فيما أكد عدد منهم أن معاملات يوم أمس تمت ب 150 جنيه للشراء، وأشاروا إلى وجود طلب عالي على شراء الدولار، إلا أن معظم التجار محجين عن البيع بسبب الأوضاع الحالية. تجددت أزمة البنزين مرة أخرى بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط تكدس كميات كبيرة من السيارات أمام محطات الوقود منذ وقت مبكر، وعبر عدد من أصحاب المركبات عن غضبهم من تكرار الأزمة بصورة متقاربة في ظل الحظر الصحي المفروض على التنقل في الولاية. وتوقع عدد منهم ازدياد حدة الأزمة حال أن قامت السلطات برفع الحظر خلال الأيام المقبلة، واستنكروا استمرار الأزمة بعد أن قامت الحكومة السودانية بتعميم السعر التجاري للبنزين أكثر من 90% من المحطات الموجودة بولاية الخرطوم. دعا رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني معاوية أبا يزيد الجهات المختصة لإيجاد حلول فورية لمشاكل تكدس البضائع بالموانئ السودانية وعلى رأسها ميناء بور سودان. وكشف أبا يزيد عن أضرار وخسائر تكبدها رجال الأعمال عن بطء الإجراءات الخاصة بالبضائع بالموانئ البرية والبحرية ومطار الخرطوم، وأشار إلى ارتفاع تكاليف الصادر والوارد نتيجة لرسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخير البضائع، ونبه إلى إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، ودعا طه إلى إكمال جميع إجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد بجانب عمل الموانئ بنظام 24 ساعة. اتهمت اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب ما أسمته بمافيا الذهب التي عملت على تعطيل المنشور الخاص بتقنين تصدير الذهب لنحو شهر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الاقتصادية مؤخرا. وطالبت اللجنة التسييرية رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية وبنك السودان المركزي بالإسراع في إصدار المنشور المنظم لتقنين صادر الذهب وخروج المضاربين والشركات الحكومية من صادر الذهب، إلى جانب إلغاء أي تصاديق من وزارة المالية لصادر الذهب لصالح استيراد السلع. واعتبرت تلك الخطوة بعملية فساد في قطاع الذهب، وشددت على أهمية تدخل السلطات لمعالجتها، وطالبت بإصدار بيانات توضح مشتريات الذهب منذ قيام ثورة ديسمبر وحتى الآن. وقال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى حامد الجدال إن الذهب يتم تهريبه حاليا بأياد خفية والاقتصاد ينزف، ونوه إلى وجود جهات تشتري الذهب غير معروفة. أعلنت وزارتا الري والموارد المائية والزراعة وإدارة مشروع الجزيرة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة العروة الصيفية، وتوقعت موسما ناجحا لتوفر كل العناصر المطلوبة من مياه وري والتمويل من البنك الزراعي والبنوك الأخرى. وقال وكيل وزارة الري في تصريحات صحفية إن الاجتماع بحضور محافظ مشروع الجزيرة الجديد جاء للوقوف على الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الري لمقابلة الموسم الصيفي، ووصف الاجتماع بأنه كان طيبا ومثمرا وناقش التحديات التي تواجه الموسم الصيفي. وأكد ضوء البيت استعداد وزارة الري لتوفير مياه الري لما يفوق المساحة المستهدفة، وأكد عن رضائه التام للتحضيرات للموسم الجديد واطمئنانه لتحقيق إنتاج مائي، مشيرا إلى الجهد المبذول من قبل وزارته للتحضير للموسم الجديد بالطواف على كل المشاريع الزراعية المروية الأربعة: الجزيرة، حلف الجديدة، السوكي والرهد. استلم البنك الزراعي ما يقارب 3000 جوال قمح خام وتقاوى من المزارعين للموسم الشتوي 2019-2020 بالسعر التركيزي المعلن من ولايات زراعة القمح، وهي الجزيرة والشمالية والنيل الأبيض والنيل والخرطوم وولايات الشرق، وحجز منها 148 إلى 446 جوال تقاوى من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض. جاء ذلك في التقرير اليومي الذي تصدره إدارة البنك الزراعي، وتناول التقرير كمية القمح التي تم ترحيلها للمطاحن.
أكد الملتقى التفكري حول قضايا المزارعين والرعاة بمحليتي الواحة وكتم وريف الفاشر على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتأمين الموسم الزراعي لهذا العام، وذلك باتخاذ كافة السبل الممكنة للحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة للوصول إلى موسم زراعي ناجح يحقق تطلعات الجميع. وأكد أهمية العمل المشترك من أجل فتح المسارات والمراحل لتمكين الرعاة من العبور وعدم الاعتداء على المزارع. وأجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة إنسان قوانين وتشريعات رادعة تحكم الطرفين مع توفير قوات أمنية كافية بمنطقة كفوت والمناطق المجاورة لها لتأمين الموسم الزراعي، مطالبين كذلك بضرورة عقد ملتقى خاص لمعالجة قضية المراحل والمسارات التي أغلقت بسبب الحرب، بجانب المطالبة بتشكيل لجان لحماية الموسم الزراعي والحد من الاحتكاكات. شرع معهد بحوث الصمغ العربي والدراسات التصحر بجامعة كردفان في تنفيذ خطة عمل للموسم الزراعي تستهدف زراعة 23 ألف شتلة هشاب وأشجار أخرى مثل الكتر والسدر وغيرها من الأشجار، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي. وقال مدير المعهد إن المعهد يبذل جهودا كبيرة خلال هذه الأيام لتنفيذ وإكمال العمل في استزراع شتول الهشاب وتوزيع البذور للمنتجين على امتداد حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان والولايات المجاورة. وتطرق إلى العمل المشترك مع برنامج الزراعة والتسويق المتكامل لتقديم مادة علمية إرشادية تساعد المرشدين الزراعيين لتنفيذ خططهم. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. صعود الدولار وتراجع العملات الحساسة للمخاطر بفعل القلق من موجة كورونا. بكم والآن مشاهدين إلى جولة جديدة في أسواق المال والأعمال. ارتفع الدولار بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطر على الأسواق نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 ومقابل سلة من العملات. وارتفع الدولار ليلة الأحد لكنه استقر نوعا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وهبط الدولار الاسترالي نحو 1% مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7% وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين. في حين عزى محللون عديدون ارتفاع الدولار إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا، وهبط اليورو 0.2% مقابل العملة الأمريكية 1.1232 دولار. تراجعت أسعار النفط وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا بينما يعادل 0.4% إلى 38.58 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 1.3% إلى 35.77 دولار للبرميل. وقال مدير استراتيجية السلع الأولية في ING ستزيد موجة جديدة من حالات الإصابة المخاوف بالتأكيد من أن تعافي الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يعتقد سابقا. تراجعت أسعار الذهب وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1775.90 دولار للأوقية، وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1732.50 دولار. وكان المعدن ارتفع إلى 2.6% الأسبوع الماضي محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 10 إبريل نيسان. وقال كبير استراتيجي السوق لدى أكس كروب للخدمات المالية، قال الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، واعتقد أن شراء الذهب سيستمر. وفي المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم إلى 0.4% إلى 1910.76 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 1% إلى 17.27 دولار، ونزل البلاتين إلى 0.7% إلى 800.25 دولار. ختاما لنشرتنا الاقتصادية من قناة الشروق إليكم تذكير بالعناوين.
والتعدين تؤكد استعدادها للتعاون مع الولايات لمعالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز. تجدد أزمة البنزين وتكدس السيارات أمام المحطات. تجمع أصحاب العمل يطالب بحل مشاكل تكدس البضائع بالموانئ السودانية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.